الهويه البصريه اللي اتقالت ديت، احنا قلنا ان اسوان العيد بتاعها يوم 15 يناير، مش كده؟ مش عارف هل المعدة بعيد او ان احنا نقدر نعمل حاجه كمثال. هديه وزاره الدفاع ووزاره الداخليه ووزاره الاسكان، هديه وزاره الدفاع ووزاره الداخليه ووزاره الاسكان، دول اللي معاهم ايه؟ معاهم الفلوس. يخلصوا لي الموضوع لو قدرنا قبل يوم 15، هنبقى كلنا فرحانين. تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بدعم مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان، بما يظهر عظمة الحضارة المصرية والتراث وطبيعتها وازدهارها، ويؤكد على أن أسوان أرض الذهب ومنبع الحضارة الإنسانية. أعلنت وزارة الداخلية عن مبادرة لتحويل سيارات الأجرة التي تعمل بالبنزين لتعمل بالغاز الطبيعي مجاناً كهدية من الوزارة لأهالي أسوان. احنا ركبنا الأنبوبة وركبنا دورة العربية كلها وتمام التمام ومية مية، وما فيش أي حاجة دفعناها للعربية. أشكر سيادة الرئيس اللي هو وجه وزارة الداخلية على المبادرة دي. وزارة الداخلية الصراحة تكرمت وخدمتنا وقايمين بمجهود ذاتي، ما فيش اي حاجه. شكرا لسياده الرئيس على المبادره الجميله دي. احب اشكرك للناس دي كلها برضو، شكرتك يا رئيس برضو، الناس دي كلها اللي قدامك كده شاكرينك. وقد قامت الوزاره باعداد المراكز الفنيه المخصصه لتلك المبادره لمواكبه احتفالات المحافظه بعيدها القومي الذي يوافق 15 من الشهر الجاري، في إطار مبادرة تحويلها إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قام به من مجهود، ونشكر وزارة الداخلية اللي هم تعبوا معانا وقاموا بالمبادرة دي، ودي مبادرة حلوة خالص. كركب الغاز الطبيعي في مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونشكر سعادته جزيل الشكر على ما قدموا لنا. وأهل أسوان بيشكروا سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومبادرة الغاز الطبيعي. والله يعني يكفينا النظرة الجميلة لأسوان دي، كل زيارة بنحس إن هو بيعمل حاجة جديدة يعني صراحة. تحيا مصر، متشكرين يا رئيس. مصر تقول لك على الصعيد، دول أصل الحكاية، في الماء والهدم وهزيد ألاقيهم معايا. كما أنشأت الوزارة محطة خدمة لرفع كفاءة السيارات بالمحافظة، تلك المبادرة التي أطلقها مجموعة من الشباب لتفعيل الهوية البصرية لأسوان، ووجه رئيس الجمهورية بتنفيذها، سوف تسهم في إبراز الهوية العريقة للمحافظة وطبيعة شعبها وشمسها ونيلها الخلاب ومعابدها ومعالمها وثقافتها وعظمتها، لترسخ تلك الهوية في أذهان زائريها، فهي تربط بين الحضارة والازدهار الذي تشهده مصر. أصفري أنا مش أي حد.